السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم خوتي. خوتي، حبيت نشارك معكم الفيديو هذا برك طريقة دفن مواطن جزائري معتمر، يعني كانت من حسن حظه إلى جنب حسن الخاتمة والعلم لله، يعني أنه نال، هنيئا له أنه نال نصيب الدفن بالبقاع المقدسة بأرض الله الطيبة بلاد الحرمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، وربي يجعلنا إن شاء الله يا ربي، وين نروح يا ربي ننشر غير الخير ونعملوا الخير ونحثوا ونشجعوا على الخير وننهاوا عن المنكر وعن الشر ما حيينا إن شاء الله يا ربي. نخليكم مع الفيديو خوتي للموعظة والتعرف على الطريقة تاني إن شاء الله. شيء برا، شيء برا وادوك شو الحاجة؟ هادوك تما وش هادوك؟ هادو هو الكبر مدفونين، مدفونين الناس هنا. بسم الله. لا نبط ونزل الثاني لا هنا ركب خلاص ये आप बड़ा नहीं कर सकता भाई, ये बड़ा है। मुश्किल है अभी, तुम ये छोटा है, फिर तो बड़ा नहीं कर सकता। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो।
راجي